عين بلا إيمان مقلة عمياء، وأذن بلا إيمان إشارة خاطئة، ومجتمع بلا إيمان قطيع من الضأن والبهائم، بل هم أضل كما قال مولانا سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لقد كنا أمة عربية ضائعة تائهة تعرف الوثن، الصنم، الزنا، السرقة، الغدر، الخيانة، الفحش، التفلت من شرع الله، فأتى عليه الصلاة والسلام بالقرآن، هذا القرآن الذي يهينه الكفار، فبعثنا من جديد. أتى عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، أتى بالدعوة إلى عبادة الواحد الأحد، أتى ليقول للبشرية جمعاء: الربا حرام، الزنا حرام، الكذب حرام، ضياع الوقت حرام، الانهزام حرام، التخلف والتبعية الأمية حرام، التبعية لأعداء الله حرام، إعطاء الولاء لغير الله حرام، الاتكال على الآخرين حرام. وفي 25 سنة من التربية ترك صلى الله عليه وسلم أمة رائدة تقود العالم، يأتي علمها ويرفرف على المحيط الأطلنطي بقيادة عقبة بن نافع الفهري، وعلمها الثاني يدخل كابل مع قتيبة بن مسلم، والعلم الثالث مع محمد بن القاسم في الهند والسند، والعلم الرابع مع طارق بن زياد في إسبانيا. ما الذي تغير؟ ما الذي حول هذه الأمة الضائعة اللاهية إلى أمة مرهوبة الجانب؟ تخشاها الأمم وتتساقط على أقدامها التيجان والعرش. ما الذي حولهم إلى خير أمة أخرجت للناس؟ إنه قول الله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنه دين الله الإسلام وشرعه، إنه هذا القرآن المجيد، إنه سنة نبيه التي هي وحي يوحى. ولذلك كان هذا القرآن تذكرة لمن يخشى، لمن يقرأ القرآن ويتدبر أحكام القرآن،